الفساتين النسائي قماش الكشمير. شوفوا لي موديله، قماشه كلش حلو وبارد. هذا القالب مالي، الطول مال الفستان 140 سنتي. هذا قياساته يلبس من 46 ل 250. وصلت فيه عده الوان. هذا اللون الفستقي مالتي، شوفوا لي اللون الاسود ايضا توفر لي اللون السمائي المطعم بالبيجي. هذا اللون البيجي مالي، هذا اللون الاسود المطعم بالابيض. القياسات يلبس من 46 ل 250. طبعا ذني تكمله وجبات الفساتين اللي وصلت. شوفوا لي موديله، هذا طول مال فستان 140 سنتي. هذا يجي دقم للنص، القماش مالي الكشمير التركي كلش طلب عليه وفرناه لكم. طبعا القياسات يلبس من 46 لل 54. وصلت فيه عده الوان. هذا اللون السمائي مالتي، قرب لي، شوفوا لي اللون البيجي ايضا توفر لي اللون الاسود. الوانه كلش حلوه. هذا اللون الفستقي مالتي، هذا اللون النيلي. طبعا القماش مثل ما ذكرنا الكشمير التركي. القياسات يلبس من 46 لل 54. متابعيني طبعا اليوم توفرت عندنا وجبه جديده من موديلات السوتات النسائي. شوفوا لي موديله، طبعا القماش الايروبين التركي كلش طلب عليه. الطول مال القميص 100 سنتي. هذا موديله يجي دقم مفتوح للطول. هذا الكيلوت، كاميرا لاستيك. القياسات يلبس من 46 لل 54. وصلت فيه عده الوان، قرب لي. هذا اللون الماروني مالته، شوفوا لي اللون الاخضر ايضا توفر به اللون الزيتوني. هذا اللون العسلي مالتي، اللون الجوزي، هواي الوان وصلت فيه. هذا اللون الاسود سواده حلو. هذا اللون الوردي مالتي، اللون السمائي. تابعيني طبعا اليوم توفرت عندنا وجبه جديده من موديلات القمصان المقلم. شوفوا لي موديله، طبعا الطول مال القميص 85 سنتي. هذا الجيب ماله الخمايه القطنيه للدرجه الاولى، قماشه كلش حلو. هذا قياساته يلبس من 42 لل 54. وصلت فيه عده الوان. هذا اللون الازرق مالتي، شوفوا لي اللون الوردي ايضا توفر فيه اللون الاسود. التقليمه الثانيه ايضا نفس الترتيب، طول ماله 85، توفر به اللون الزيتوني، هذا اللون الرصاصي، هذا اللون الوردي. القياسات يلبس من 42 لل 54. طبعا اليوم توفرت عندنا وجبه جديده من موديلات الفساتين النسائي. شوفوا لي موديله، يصير لي كسرات، شيء كلش مرتب. هذا الدقم مالتي للنص، الطول مال الفستان 140 سنتي. هذا قياساته يلبس من 46 لل 52. وصلت فيه عده الوان. هذا اللون النيلي مالتي، شوفوا لي اللون الاسود ايضا توفر فيه اللون الازرق. هذا اللون البيجي مالتي. طبعا القماش الكشمير التركي، قماشه كلش حلو وبارد، ايضا توفر فيه اللون الفستقي. القياسات يلبس من 46 لل 52. الكيلوتات اللي وصلت، طبعا موديلات البناطير، واي موديلات وصلتنا. الشغل ماله فد شي كلش راقي. موديله مقاساته 46 لحد ال 54. شوفوا لي كلش مرتب. هذا الحزام ماله من نوبي، ما شاء الله فد شي راقي. توفر عندنا اللون الجوزي الرصاصي، شوفوا لي فد شي هادئ ومرتب. اللون الاسود، اللون الاخضر الزيتون.
اربع الوان بناطر حبيبي. هنا شوفوا الموديلات السوتات توفرت. هذه يصير هيك شغله جير ابغى جير بليسيه، هذا شغله وجيله مقاسات 46 لحد ال 54 الشغل ماله. شوفوا لي الوانه، هذا توفر عندكم اللون الاسود شغله كلش مرتب. الخامه مالته القطنيه، هذا الصوفيا كتن شوفوا لي شغله 46 لحد ال 54 الشغل ماله كيلوت، شيء كلش مرتب. سو هذا كلش راقي وطوله تونق مستور. هذا السوت ماله شوفي الوانه الوردي الاسود، هذا عندكم البيجي ماله، هذا عندكم اللون الازرق. توفرت موديلات جديده هواي، هذا عندكم الجوزي عندكم اللون الرصاصي. هنا شوفي السوتات موديله شغله فد شيء مرتب. قميص طوله تونيك هذا مقاساته 44 لحد ال 54 الشغل ماله. هذا البنطلون ماله شيء كلش راقي، هذا سكوبا غسل ولبس، والكمر ماله لاستيك. شوف لي الوانه اللي توفرت، هذا الاسود على اوف وايت. شوف لي هذا اللون الفيروزي الاخضر، فد شيء كلش مرتب. شوف لي هذا العنابي البنفسجي، الوان اربع الوان توفرت ويا الجوزي. متابعينا شوف لي موديلات سوتات، سوت كامل موديله فتشي كلش مرتب شغله. هذا قياساته 44 حد ال 54 شوف كيلوت ماله شيء مرتب. هذا شغله قياساته قلنا 44 لحد ال 54 السكوبا، هذا جيوبي يصير بي فشي كلش راقي. الوان اللي توفرت شوف لي هذا اللون عندكم عالجوزي، هذا عندكم اللون شيء مرتب. قامه صيفيه كلش وارده، هذا عندكم اللون المشمشي عندكم اللون زيتوني. اربع الوان توفر 44 لحد ال 54. اليوم رجع توفر البنطلون هذا الهاف، هذا شغله موديله شوف لي الشغل ماله كمره لاستيك كلش مريح. هذا وجبات نوفر من عنده، هذا قياساته 42 لحد ال 52 هذا شغله كلش مريح. الجينز ماله هذا عندكم ليقرا كلش ليقرا ومريح، توفر بهذا اللون. عندنا هذا اللون الحبري ماله، هذا الحبري عندكم، هذا اللون الازرق البحري الفاتح عندكم، هذا الاسود سواده كلش راقي، وعندكم هذا اللون الفيلي هذا الرمادي ماله. خمس الوان توفر. هذا اليوم توفر عندنا بفرش القنفات، بس توفر بهواية الوان. هذا يصير خمس قطع مال ايش قد مال 10 مقاعد. شوفي شوفي الشغل هذا متوفر عندنا، هاي ثلاثية ثلاثية مالتي قطعتين، هاي قطعتين ثلاثيات، هاي قطعة هاي قطعة. هذا عندكم الثنائية توفرت، هذا شغله فد شيء. تعال شوف لي الخامه مالتي الشامو ووتر بروف، ما يعبر مي وما ينبرم بالقعده. هاي عندكم الفرديات توفرت كميات 10 مقاعد، خمس قطع مال 10 مقاعد. شوف لي الالوان اللي توفرت، هذا عندكم البيجي الاوف وايت ثلاث درجات، هذا الابيض درجات وايت. شوف لي الرصاصي درجتين، هذا الرصاصي. شوف لي هذا الفيروزي، فيروزيات توفرن الطوخ. شوف لي اليوم الجينزات الكيلوتات اللي توفرت، شوف لي موديله هذا مقاساته 46 لحد ال 54 شوف لي الشغل ماله. هذا الشراشيب الخامه مالته صيفيه كلش حلوه وراقيه، هذا موديله شوف لي
جينز ماله الكمر لاستيك كلش مريح. هاي ويست يصير 46 لحد ال 54، اجى بهاللون توفر وجاب اللون الحبري. هذا شغله الحبري شراشي بيصير مدينة. شوف لي الالوان الصيفيه اللي وصلت، قميص تشويرات، هذا موديلة كلش حلوة ألوانه صيفية. هذا قياساته 40 لل 50، هذا حتى للحوامل يرهم، موديلة كسرات كلش مرتب حلوة ألوانه. هذا توفر بهذا اللون، هذا الأخضر، شوف لي هذا اللون التشويتي على النيلي على الوردي، ألوانه حلوة. هذا اللون الأصفر على المشمشي ولتوني، هذا موديلة يغطي. هذا اللون الوردي ماله، شوف لي هاي الالوان، هذا اللون الفيروزي من ال40 لل50 توفر. متابعيني طبعا يذني تكمله وجبات السوتات اللي وصلت. شوفوا لي موديلة يجي دقم مفتوح للطول، الطول مال القميص 80 سنتي، هذا القماش ماله صوفيا كتن، هذا قياساته يلبس من 46 لل54 الكيلوت، كمره لاستيك قالبه كلش حلو وصلت فيه عدة الوان. هذا اللون البيرجي مالتي، شوفوا لي اللون الجوزي ايضا توفر فيه، اللون الوردي، شوفوا لي اللون الاسود مالتي ايضا توفر فيه، اللون الرصاصي، هذا اللون العسلي. القياسات مثل ما ذكرنا من 46 لل 54. طبعا اليوم توفرت عندنا وجبه جديده من موديلات القمصان النسائي. شوفوا لي موديله، طبعا هذا موديل المنبت، القماش الكشمير البارد كلش طلب عليه، هذا موديله يصير بلان، قياساته يلبس من 50 لل 60، الطول مال قميص 80 سم، وديله يجي بقم مفتوح بالطول. وصلت فيه 3 الوان، هذا اللون النيلي مالتي، شوفوا لي اللون الابيض، وايضا توفر بيه اللون الاسود. القياسات لل 50 لل 60. طبعا اليوم وصلت عندنا موديلات البشتات النسائي، شوفوا لي موديله، طبعا الطول مال بشت 110 سنتي، هذا قياساته فري سايز، يلبس من 42 لل 52، وصلت فيه عدة الوان وموديلات. هذا الموديل توفر به اللون الفستقي، هذا اللون الاخضر، هذا الموديل الثاني، طبعا هذا طوله 120، شوفوا لي الشغل ماله، اختلافات بسيطة، توفر به فقط هذا اللون الوردي. هذا الموديل الثالث ايضا طوله 120، طبعا القياسات من 42 لل 52، هذا الموديل توفر به اللون الشويتي، هذا اللون الاخضر. هاي ذني موديلات. طبعا اليوم وفرنا لكم موديلات البناطير الجعب، شوفوا لي موديله، طبعا هذا كلش طلب عليه، هذا موديله قياساتي يلبس من 40 لل 50، هذا الجعب ماله، الطول مال بنطرون 90 سنتي، وصلت فيه عدة الوان، هذا اللون البيجي مالتي، شوفوا لي اللون النيلي، هذا اللون الابيض، طبعا كلش طلب على الابيض، هذا اللون الاسود سواده فاحم، قياساته يلبس من 40 لل 50. طبعا اليوم وصلت عندنا موديلات السوتات النسائي، شوفوا لي موديله، طبعا القماش الستن كلش طلب عليه، هذا قياساته يلبس من 46 لل 54، الطول مال قميص 80 سنتي، هذا الكيلوات مالت، هذا يجي كمره لاستيك، قالبه كلش حلو، وصلت فيه 3 الوان، هذا اللون الرصاصي مالتي، هذا اللون الوردي الفاتح،
اللون الأزرق. قياساته يلبس للستة وأربعين للأربعة وخمسين. تابعيني طبعاً اليوم وصلت عندنا موديلات الفساتين النساء. شوفوا لي موديلي كسرة مالتي طبعاً القماش صافية كتن كلش طلب علي. شوفوا لي الشغل مالتي عن هذي سحاب فتشي كلش راقي. الطول مال فستان 140 سنتي. هذا قياساته يلبس لل 46 لل 54. وصلت لي عدة الوان. هذا اللون السمائي مالتي. قرب لي شوفوا لي اللون الاسود. شوفوا لي اللون الجوزي. الوانه كلش راقي. اللون التركوازي. اللون الزيتوني. هذا اللون الفستقي مالتي. هذا اللون البيج. قياساته يلبس من 6